بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، من أروع ما قرأت من قول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدلا منك قريب. اعتني بنفسك واحمها ودللها، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق. تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك. فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك. لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام. وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله سبحانه وتعالى. فقط احمل هما واحدا، وهو كيف ترضي الله. لأنك لو أرضيت الله رضى عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. لا تيأس من حياة أبكت قلبك، وقل: يا الله عوضني خيرا في الدنيا والآخرة. فالحزن يرحل بسجدة، والفرح يأتي بدعوة. لن ينسى الله خيرا قدمته، وهما فرجته، وعينا كادت أن تبكي فأسعدتها. عش حياتك دائما على مبدأ: كن محسنا حتى وإن لم تلقى إحسانا. ليس لأجلهم، بل لأن الله يحب المحسن. أرخي يدك بالصدقة، ترخى حبال المصائب من على عاتقك. واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.